هاي بنات، اهلا بيكم في ماي شانل ميمز ميكا. في الفيديو حواليكم ازاي نعمل العفريت الصغنطط الجوست البومبوم. ده جوست بومبوم او عفريت من البومبوم اللي هي الكرة بتاعت الخيط. وحواريك في الفيديو ده ازاي نعمل الكتكوت الكبير ده. طبعا ممكن تعملي حجمين مختلفين زي ما انت عايزة، زي ما انا موريكو هنا. يلا بينا نشوف الفيديو ده هيتعمل ازاي. اول حاجة نحتاجها هي البومبوم ميكر، دي بتجيبيها من اي محل خيط، وطبعا خيط ابيض لان الجوست بتاعنا ابيض. ومقصات، لازم تكون مقصات حامية. واخر حاجة طبعا هو الورق الفوم لونه اسود عشان العيون والبق. دلوقتي هناخد البومبو ميكر بتاعنا ونحط الاثنين قدام بعض بالمنظر ده، ونبتدي نلف الخيط الابيض بتاعنا حوالين كل جزء لوحده. زي ما شايفين هنا هبتدي الف الخيط حوالين كل جزء لحد ما يبقى عندي بلق كويس من الخيط زي ما شايفين هنا، وهقصه. وهبتدي اعمل نفس اللي انا عملته في اليمة التانية، بحيث ان تبقى كرة الخيط او البومبوم مليانة شعر ودنس وجميلة كده، احس انها لطيفة وفي نفس الوقت فلافي. دلوقتي كده خلصنا لف الخيط، هنقص الجزء التاني وهنثبت البومبوم ونقفله بالكليبس اللي موجودة دي. دلوقتي هناخد المقص الصغير، لانه مقص اولا احمى من المقص الكبير، ثانيا هو صغير يقدر يدخل في كل حتة فاقدر اقص الخيط بسهولة من غير اي مشاكل. هبتدي اقص الخيط داير ما يدور حمشي من النص زي ما انتم شايفين، بعملية سهلة جدا بالبومبوم ميكر. هقص لحد ما اخلص الخيط خالص. دلوقتي بعد ما خلصت قص هاخد جزء طويل من الخيط ده، هيبقى زي العلقة بتاعتي بعد ما خلص، وهبتدي ادخله من النص زي ما انتم شايفين. وهبتدي انا بسوي دلوقتي من فوق بورتين قد بعض لان انا هعمله بعد كده انها تبقى العلقة بتاعتي. وهبتدي الف الخيط مرتين بالمنظر ده واشده كويس جدا، شديه جامد جدا عشان البومبوم بتاعك يبقى محكم والخيط ما يطلعش في كل حته بسهوله وتبقى الدنيا سكيور وتمام. وزي ما شايفين بلفه رايح جاي او داير ما يدور حوالين البومبوم عشان اتاكد ان هو يبقى سكيور ويبقى كويس. بعد ما بخلص طبعا بشيل البومبوم زي ما شايفين، مخلي العمليه سهله جدا جدا كده. البومبوم بتاعي خلص، طبعا هاهزه شويه علشان اخليه فلافي وفي نفس الوقت اشوف الشكل بتاعه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده البومبوم بتاعي خلص. بالنسبه للخطوه الثانيه وهي ان انا اقص الجزء الفوقاني من البومبوم اللي فيه العلقه بتاعتي، ده هيبقى الراس بتاع العفريت الصغنطوط بتاعنا. فانا هخلي العلقه دي فوق وهبتدي اقص من النص زي ما انتم شايفين. ممكن تمسكيه بايدك بالمنظر ده او ممكن تحطي حاجة البومبوم بعد كده. زي ما شايفين انا بشيل العلقة بتاعتي بعيدة عشان ما تتقصش معي، وفي نفس الوقت لما اجي اقص تبقى موضوع سهل لانه الخيط بتاعها طويل. زي ما قلت لكم انت ممكن تمسكيها من النص من ايدك وتقصي، لكن انا شايفة انها بتبقى اسهل ان انت تحطي البومبوم ياما واحدة بس ان البومبوم تحطيها في النص. دي هتخليكي فاصلة البومبوم نصين، وفي نفس الوقت يبقى سهلة بالنسبة لك ان انت تقعدي تلفي البومبوم بحيث ان انت تعملي له تريمينج او تقصي الجزء اللي انت عايزة تقصيه، وتقعدي تلفلفيه حواليه لحد ما توصلي للشكل اللي انت عايزاه. زي ما شايفين دلوقتي مسكت مقص كبير عشان انجز معايا اكتر، وهبتدي اخد وقتي خالص في ان انا اقصقص البومبوم بتاعي. وانا بقص حتت صغيرة عشان ابقى متأكدة ان الشكل اللي انا عايزاه ما يبص مني واضطر انا الف خيط تاني واعمل بومبوم تاني وده هيترمي. فهبتدي اخده حته حته لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. Thank you.
اوكي زي ما انتم شايفين كده البوبو، انا خلصت تريمينج او القص بتاع الجزء اللي فوق لحد ما بقى شكله لطيف ومتساوي وشكله جميل. مستعدة ان انا اعمل الخطوة الاخيرة، وهي ان انا اثبت اقص الاول العينين والبق على الفوم الاسود بتاعي. هرسم دايرتين صغيرين زي ما انتم شايفين، دول هيبقوا العينين، هليهم على قد بعض على قد ما تقدري. وبعد كده هرسم بق يعني بيضاوي طويل كده كأن الكوست بيصرخ، طبعا ده عفريت فلازم يرعب وهو كيوت جدا. بعد كده هاخد وقتي ان انا اقص، ان ده هيبقى حاجة صغنطوطة جدا، واتأكد ان الحل انها مقصوصة من بره، شكلها ناعم وجميل، انها عدوية بشكل بيضاوي، فهتأكد ان هي ناعمة وجميلة قبل ما الزقها. اوكي دلوقتي احنا خلصنا قص، وجي وقت ان احنا نلزق العين والبق. هستخدم لده مسدس شمع زي ما انتم شايفين، ممكن تستخدمي اي لزق طبعا، بس انا بحب مسدس الشمع، وهبتدي الزق العينين والبق. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. اوكي بس كده زي ما انتم شايفين شكله لطيف جدا، ودي العليه بتاعتنا، شكلها لطيف وجميل. وطبعا ممكن تخليها وممكن تقصيها زي ما انت عايزه، ودي حجم صغير شويه، عملته كي تشين او ميداليه مفاتيح عشان احط فيه مفتاح في وقت بتاع الهالوين. وده بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو جربتوا وعملتوا ايه العفريت الكيوت ده عرفوني في الكومنتات تحت ايه رايكم فيه. وبس كده ده بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. وكالعاده ما تنسوش تعملوا كومنت لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم لو حابين الفيديو. ما تنسوش تتابعوني على انستغرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، كل اللينكات دي هتلاقوها في الديسكربشن بوكس تحت. وما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل مره ارفع فيها فيديو جديد على الشانل. واشوفكم قريب في الفيديو الجاي، وبحبكم كلكم، باي.